طبعا مساء الخير اعزائي متابعي ومتابعات ابو كبير ميديا في كل مكان، موجودين مع حضراتكم دلوقتي من مسجد مصطفى محمود في يعني جنازه دلوعه السينما المصريه وقطه السينما المصريه وقطه الستينات الفنانه الكبيره يعني الراحله كريمان محمود، يعني توفيت امس واعلن عن خبر وفاتها ابنها الوحيد شيرين عبر موقع التواصل الاجتماعي على صفحته على فيسبوك، وقال يعني توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي الحبيبة الغالية المرحومة الحاجة كريمان محمد سالم، يعني وتشيع صلاة الجنازة بعد تشيع صلاة الجنازة ظهر يوم الأربعاء إلى مسواها الأخير والمقابر والجثمان يدفن في مقابر 6 أكتوبر. يعني كانت دي منشور نجلها الوحيد شيرين اللي اعلن فيه عن خبر وفاة والدته الفنانة الشهيرة نجمة الستينات وطبعا قطة السينما المصرية الشهيرة بأدوار الفتاة الدلوعة واخر نجمات الزمن الجميل في مصر الفنانة كريمان، يعني اسمها الكامل كريمان محمد سالم. يعني زي ما بيقولوا الزمن لا يرحم احد، زي ما حضراتكم شايفين يعني صلاة الظهر من بعدها طبعا تؤدى صلاة الجنازة عليها، ومن بعدها طبعا يتم نقلها الى الرفيق الاعلى ودفنها في مقابر العائلة. يعني زي ما حضراتكم شايفين بيظهر الجثمان امام حضراتكم، يعني اعزائي متابعي ومتابعات ابو كبير ميديا في كل مكان، موجودين مع حضراتكم دلوقتي من مسجد مصطفى محمود في جنازه وطبعا تشييع جنازه الفنانه قطه السينما المصريه قطه الستينات الفنانه الشهيره بادوار الفتاه الدلوعه كريمان محمد سالم، واللي طبعا انقطعت عن الفن يعني قبل مده كبيره تصل وتمتد ل 55 سنه.